السلام عليكم ورحمة الله، معاكم المهندس إسلام رضا. هنشتغل مع بعض النهاردة تاني حلقة لينا في مراجعة الفلويد ميكانكس. هنتكلم عن البالك مودولاس والبلاستيستي، وهنتكلم عن الفيبر بريشر. المرة اللي فاتت بدأنا نتكلم عن الفلويد بروبرتيز، واتكلمنا عن أول خاصية اللي هي الدينستي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البالك مودولاس وهنتكلم عن الفيبر بريشر. نبدأ الأول مع البالك مودولاس والبلاستيستي. بالنسبة للبالك مودولاس والبلاستيستي هنبدأ بسؤال شائع كلنا يعني متوقعين اجابته. السؤال بيقول لك يا ترى هل الفلويدز قابلة للانضغاط ولا لا؟ الاجابه اللي احنا متوقعينها هي ان اذا كانت الفلويدز دي ليكويدز فهي انكمبريسبل فلويدز، اما لو الجازز فهي كومبريسبل فلويدز. عشان نختبر مدى صحه الحقيقه المعلومه ديت هنعمل تجربه عمليه. هنجيب وعاء في سائل الانشال فوليوم بتاعه في 1 وعليه مكبس بيأثر بريشر بي، وهنبدا نأثر البريشر نأثر البريشر على السائل دوت بمقدار 100 بار. التجربة ديت لما اتعملت وزودنا البريشر 100 بار وجدنا إن حجم السائل على عكس ما هو متوقع بيقل مع زيادة الضغط. حجم السائل بيقل يعني السوائل طلعت قبل الانضغاط. الموضوع ببساطة إن لما بنزود إن جزيئات السائل زيها زي الغاز في مسافات جزيئية بينها، لما بنزود الضغط المسافات الجزيئية دي بتقل، بمعنى آخر السائل بينضغط أو السائل قابل للانضغاط. طب تعال نكرر الكلام مرة كمان، نزود 100 بار كمان، هنلاقي برضو نفس الحكاية حصلت وإن حجم السائل قل. نكرر كمان 100 بار هنلاقي برضو حجم السائل بيقل. ملحوظ طبعا إن كل ما بنزود الضغط بيقل حجم السائل، وإن كان الملحوظ برضو إن التشينج في الفوليوم اللي حصل عمال بيقل. كل ما زود البريشر التشينج في الفوليوم بيقل، او ان الكومبريسيبيليتي بتاعه الفلويد بتقل مع زياده البريشر، او ان الريزيستنس تو كومبريشر بتتناسب مع زياده البريشر، بتتناسب طردي مع البريشر. الموضوع برضو تفسير الكلام دوت ان جزيئات السائل ديت لما بتقرب من بعضيها شحنتها الكهربيه بتقرب من بعض وبتزيد قوه التنافر ما بينها، وبالتالي بنحتاج ضغط اكبر عشان يتضاخى او قابليتها للانضغاط بتقل مع زياده البريشر. لو حبينا نعبر بعلاقه بيانيه عن الموضوع دوت هنرسم علاقه بيانيه محورها الافقي هو الفوليوم بالنسبه للانشال فوليوم، ومحورها الراسي هو البريشر. وهنبدا نرسم العلاقه ديت. عند زيرو بريشر في البدايه خالص كان الفوليوم هو نفسه الانشال فوليوم، يعني في على في 1 بيساوي 1، والعلاقه طالعه عكسيه بالمنظر ده، علاقه عكسيه وليس خطيه. عايزين نعبر عن عن الميل ده عن العلاقه ديت بمعادله، فانسب علاقه هي طبعا بين المماس. ميل مماس طبعا اللي هو فرق الصادات على فرق السينات. السلوب هيساوي دلتا في على دلتا في على في 1. بنسمي السلوب دوت كي او البالك مودولاس اوف الاستيستي، معامل المرونه الحجمي للماده. معامل المرونه الحجمي للماده هيكون خاصيه من خواص السائل، يعتمد على نوع السائل. من قدام من المشاهده اللي قدامنا الكي دوت اللي هو بيساوي السلوب، السلوب سالب لانه في الربع الثاني، فالكي كمان هيطلع سالب. وعشان ما يحصلش كده وعشان الكي ما يطلعش سالب فهنقول ان الكي مش بيساوي السلوب، هو بيساوي سالب السلوب او سالب دلتا في على دلتا في على في 1، وهي دي المعادله اللي بتعرف الكي. عايزين نعرف اكتر هو الكي دوت بيعبر عن ايه. لو بصينا كده للعلاقه اللي قدامنا هنلاقي ان كل ما بيزيد البريشر الميل كمان بيزيد، بمعنى اخر ان الكي بيتناسب مع البريشر. لو حاولنا نربط المعادلتين دول ببعض اللي قدامنا دول ببعض هنوصل للنتيجه ان الكي بيعبر في الحقيقه عن الريزيستنس بتاعت الفلويد تو كومبريشر، عن مقاومه المائع للانضغاط. المائع اللي بتقاوم الانضغاط الكي بتاعها كبير، والعكس صحيح. من هنا نتوقع طبعا الكي بتاع الووتر بيبقى كبير جدا حوالي 20,000 مرة الكي بتاع الهواء. من هنا جت بقى الحقيقة إن أو المعلومة الشائعة إن الليكويدز آر إنكمبريسبل فلويدز والجازز آر كومبريسبل فلويدز. زي ما إحنا عرفنا كلاهما قابل للانضغاط، لكن قابلية الليكويدز للانضغاط قليلة جدا بالنسبة للجازز لدرجة إن إحنا ممكن نهملها. تعال بقى نروح لموضوع تاني اللي هو موضوع البيبر بريشر. لو سألنا كده في البداية عندي وعاء فيه مية زي اللي قدامي دوت وعايز أبخر المية فيه، هعمل إيه؟ الإجابة طبعا إن إحنا هنسخن المية. تسخين المية بيدي جزيئات طاقة حركة بحيث إن هي تتغلب على الروابط مع الجزيئات
روابط ما بين الجزيئات وتتغلب على القيود اللي ماسكاهم مع بعض وتتبخر. لو فكرنا تفكير مختلف هنسأل، طب والله ايه المانع ان احنا لو هي في قيود ربط الجزيئات دي مع بعضيها، ايه المانع ان احنا نشيل القيود دي من اساسه؟ ساعتها يعني المتوقع ان المية هتغلي عن درجة الحرارة العادية. القيود اللي ماسكة الجزيئات مع بعضيها هي الضغط او الضغط الجوي. الضغط الجوي اللي عامل زي مكبس كابس على الجزيئات رابطهم مع بعض، بيحتاج طاقة حركة بالتسخين عشان يتغلب عليها. تعالى كده نشوف اذا كان بالامكان ان احنا نغلي المية عن درجة الحرارة العادية ولا لا. اللي قدامنا ديت تجربة فيها وعاء، الوعاء ده مليان مية، وفي الأول فيه عداد ضغط بيقرأ الضغط جوه الوعاء، وعندنا خرطوم مأثر ساحب من الوعاء ومتوصل بميكانيزم معين بيولد ضغط سالب أو ضغط نيجاتيف أو ضغط فاكيوم بريشر جوه الوعاء. هيبدأ دلوقتي يشغل الميكانيزم ده ويولد ضغط سالب جوه الوعاء ونشوف هيحصل ايه. ادي اهو بدأ يشغل الضغط السالب فبدأت قراية عداد الضغط هي كمان تقل، القراية عمالة بتقل، سالب 10، سالب 15، سالب 20، الضغط عمال بيقل جوه الوعاء نتيجة الضغط السالب. لحد دلوقتي مفيش مشكلة. لو مركزين كده هتلاقوا ان بدأت تتكون فقاعات بخار جوه الوعاء، فقاعات بخار طالعة ضعيفة لسه جوه الوعاء، الضغط لسه بيقل. دلوقتي بقى الموضوع واضح تماما، بقت فيه فقاعات بخار كتيرة وطالعة جوه الوعاء، فقاعات بخار، السائل اتبخر وكون فقاعات بتطلع قدامنا اهي. كده تقريبا التجربة خلصت. هيفك بقى الجهاز ويحط ايده، واضح ان هو طبعا يعني ايده ما اتأذتش، بمعنى ان درجة الحرارة اللي اتبخرت عندها المية هي درجة الحرارة العادية، يعني المية اتبخرت عن درجة الحرارة العادية نتيجة انخفاض الضغط. عشان نلاقي تفسير علمي للكلام دوت تعال نشوف كده السكيل بتاع البريشر، وناخد وعاء في سائل وفي جزيئين عند ضغط 1 بار، وناخد منه جزيئين بالمنظر ده. الجزيئين بوضعهم دوت محتاجين عشان يتبخروا تتكسر الروابط، اللي هيكسر الروابط هو التسخين ل 100 درجة مئوية. لو زودنا الضغط على الوعاء للضعف مثلا ل 2 بار هنلاقي ان الجزيئات قربت من بعض اكتر، وبالتالي علشان تتكسر محتاجة درجة حرارة اعلى عشان تغليها، وليكن 120 درجة مئوية. لو عملنا العكس وقللنا الضغط هنلاقي ان الجزيئات بعدت عن بعض، بقى سهل تكسير الروابط، بقت ممكن تغلي عن 80 درجة. نكرر نفس الكلام هنلاقي ان الجزيئات تبعد من بعض اكتر، وبالتالي بيبقى اسهل تكسيرها وليكن عن 60 درجة مئوية. هنفضل مستمرين بالطريقة ديت لغاية ما نوصل عند حالة معينة تبقى الروابط ضعيفة جدا، لدرجة ان درجة الحرارة اللي انا مشغل عن درجة الحرارة اللي انا مشغل عندها المكنة ولتكن 40 درجة مئوية كفيلة بتكسير الروابط. درجة حرارة ال 40 درجة هي الأوبريتنج تمبرشر اللي أنا مشغل عندها المكنة. بنسمي الضغط اللي حصل عنده الظاهرة ديت واللي اتبخرت عنده المية من غير تسخين بنسميه الفيبر بريشر أو ضغط تبخر السائل. ضغط تبخر السائل دوت هو الضغط الذي يتبخر عنده السائل عند درجة حرارة التشغيل، أو هو أقل ضغط يستطيع السيطرة على السائل في صورة سائل. لو السيستم البريشر فيه كان أعلى من الفيبر بريشر السائل هيفضل في صورة سائل، أما لو كان أقل فالسائل هنا هيتبخر ويكون فقاعات بخار.
الحالة اللي قدامنا ديت حالة تبخر المية في المصير بشكل غير متوقع نتيجة انخفاض الضغط تعتبر من أخطر مواضيع الفلويد ميكانكس. علشان نشوف خطورتها كده تعال نشوف الحالتين اللي قدامنا. أول حالة اللي على الشمال ديت ماسورة وماشي فيها مية. الماسورة ديت حصل انخفاض في الضغط لغاية ما وصل للفيبر بريشر، فبدأت تتكون فقاعات بخار. فقاعات البخار ديت بدأت تتجمع في الأماكن العالية اللي في الماسورة وتكون لي بابل كبيرة متعلقة في الأماكن في المكان دوت. البابل ديت بتبقى عاملة زي البالونة، تيجي تضغطها تنكمش، تيجي تسحبها تتمدد، لا هتسمح بالفلو إن هو يروح ولا الفلو إن هو يجي، يعني الماسورة كده لوك وقفت. الحكاية ديت طبعا هتظهر خطورتها لو كانت الماسوره ديت كانت رايحه بتغذي ميه تبريد لمكنه معينه، المكنه طبعا هتتاذى نتيجه الفيبر فورميشن دوت. الاسوأ من كده الحاله اللي احنا شايفينها على اليمين دي معده هيدروليكيه تحديدا طرمبه. الطرمبه ديت هيحصل فيها تبخر للسائل نتيجه انخفاض الضغط. تعال نشوف كده. بدأت تتكون اللي طالع قدامنا دوت، دي فقاعات بخار. فقاعات بخار اتكونت لسبب ما بطريقة معينة. فقاعة البخار دي هتروح لأماكن فيها ضغط عالي جوه الطرمبة وهتنفجر. الانفجار بتاع الفقاعة ديت بيولد أمواج ضغط عالي على سطح المعدن بتاع الطرمبة. الموجات الضغط العالي ديت مع الوقت بتبدأ تنقر تعمل بيتنج في جسم الطرمبة لغاية ما تتلف الجسم دوت. النتيجة بعد فترة قصيرة هنلاقي شكل مروحة الطرمبة بقت عاملة بالشكل دوت. من هنا طبعا يتضح لنا خطورة وصول المية لضغط البخار وتبخر المية في المواسير عن درجة الحرارة العادية. ومن هنا يتضح ضرورة إن أي مهندس هيدروليك ياخد في اعتباره أو يأمن نفسه ضد تبخر البخار دوت. شرط الحماية من تبخر المياه في المصير هو المتوقع ان اقل ضغط في السيستم بي مينيمم يكون اكبر من بي فيبر ناقص بي اتموسفير. لازم اي ضغط واقل ضغط في السيستم يكون اكبر من ضغط البخار ناقص ضغط الجو. كده يبقى احنا خلصنا الحصه بتاعت النهارده، اتكلمنا فيها على البالك مودرس والاسيستي وعرفنا معناه وعرفنا تعريفه، وبعد كده اتكلمنا عن الفيبر بريشر وعرفنا تعريفه وعرفنا خطورته وعرفنا شرط الحمايه منه. نقابلكم المرة الجاية إن شاء الله مع الفيسكوست. السلام عليكم ورحمة الله.